السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بارت 3 من القمة رقم 124. طبعا الفريقين عندهم غيابات كتير منهم. مثلا نبدأ بفريق الزمالك اللي غياباته هتأثر جامد وغياباته أكتر. عندنا أول غياب في نادي الزمالك أبو جبل جهاز في الضمة، هيفرق في حراسة المرمى أكيد. الجزيري جه من المعسكر بتاع منتخب تونس يوم السبت والماتش من حد، فمينفعش، لازم كان يشارك مع اللعيبة في التمرينات الجماعية. فتوح علشان وصلت برنامجه التأهيلي بسبب إصابة الحادث، بعديها إصابة كوم. والمسلوسي عدم جاهزية. طارق حامد لسه مرجعش من ألمانيا. ومحمود علاء تراكم إنذارات، حازم إمام عنده شد في العضلة الخلفية. هنروح للنادي الأهلي اللي غياباته ممكن ما تأثرش إلى حد ما. أكرم توفيق عنده رباط صليبي، ربنا يشفيه، طبعا من أمم أفريقيا في الكاميرون بماتش نيجيريا. علي لطفي عنده شد في الضمة، إجهاد في الضمة. وعبد المنعم شد. محمد متولي عنده شد، هو شارك في التمرينات الجماعية فعنده فرصة إن هو يلعب في الماتش. وإن شاء الله كل لعيب مصاب يرجع أحسن من مستواه كمان ويرجع أحسن. كل لاعب ان شاء الله يرجع، وان شاء الله يشفي كل لعيبه، وان شاء الله يشفي اكرم توفيق، يشفي كل لعيب مصاب برباط الصليب. شكرا، اقابلكم في الحلقه الجايه.